أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم من قلب بردلة في الأغوار الشمالية. كيف حالكم يا جماعة؟ طيب بدي أحكي بكثير مواضيع، أهمها أحكي لكم إنه أعتذر عن طول الغياب، وبتشكر عن جد كل حدا اللي عم بس حدا اللي بيحاول قدر المستطاع يحافظ على خصوصية حياته. ففي كثير شغلات بتواجهني اللي بحب ما أشاركها على السوشيال ميديا، فتحملونا وما تنسوا إنه الأخبار كأخبار تقدروا تلاقوها على الصفحات الإخبارية مش عند منى. بيكلف حاله وبيبعت وبيسأل وكذا، عن جد شكرا كثير. بس بنرجع بنقول يعني أول على آخر بني آدم بتعب بنضغط بزهق. أنا يعني صح من زمان كثير قبل كل الأحداث أنا على السوشيال ميديا، فهي كمان نقطة ما تنسوها. طبعا في الختام بدنا نحكي الرحمة للشهداء، الشهداء اللي راحوا برصاص الاحتلال والشهداء اللي راحوا للقمة العين. كنت بقول إنه الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويصبر أهليهم ويكون بعونهم يا رب ويخلي لنا هالبلاد. طبعاً كالعادة المعتادة أنا موجودة اليوم مع فلسطين على البسكليت، واليوم جولتنا أيضاً زي الجمعة الماضية في الأغوار، تحديداً الأغوار الشمالية كردلة وبردلة. وطبعاً مهم جداً تعرفوا يا جماعة، بنرجع بنقول أكيد كلكم سمعتوا عن ضم الأغوار والسيطرة عليها، السيطرة على ثرواتها، السيطرة على مياهها، السيطرة على كل شيء موجود بالأغوار، مساحات زراعية، المساحات السكنية، بدهم يضموا كل الأغوار وتكون فقط للإسرائيليين. طبعاً أوريدي في كتير تضييقات على أهل البلد، كتير تضييقات على أهل الأغوار، عندهم يعني نقص بكتير إشياء منها الخدمات الإنترنت. يا جماعة في كتير نقص بكتير اشياء والتضييقات جدا كبيرة، بس انا ذكرت الانترنت لانه على سبيل المثال مع جائحة كورونا وكل شيء صار بالفترة اللي كانت الدراسة اونلاين، كانوا الاطفال ما يقدروا يتعاملوا مع الموضوع، ما كان يقدروا يوصلوا للانترنت لحتى يلحقوا محاضراتهم وحصصهم. والبيت اللي فيه انتبه على السيارات، والبيت اللي فيه سبع اولاد مثلا فيه لابتوب واحد او فيش لابتوب، فيه بس تليفون واحد، فالله يكون بعونهم. طبعاً يا جماعة كثير في ناس سألوني كيف نقدر نسجل، تقدر تدخل على صفحة سايكلينج فلسطين ودائماً بنزلوا عن كل جولات، في بكرة كمان جولة يوم السبت. والأحلى من كل شيء إنه من وين ما كنت بتقدر تيجي، يعني أهل الداخل بيقدروا يجوا، أهل الضفة، أهل القدس كمان، وإن شاء الله يا رب بيصير معنا مجال نطلع كمان مع أهل غزة. يا رب وهو ليس ببعيد بإذن الله، نراه قريبا إن شاء الله.